لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. مستمعينا ومتابعينا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها في الثمانيات، معكم قابل خطيب. حلقه جديده وحلقه مهمه جدا، بس انتم طيبين. الايام بتعدي سريعا وما زلنا بنقول ل 2018 باي باي، وال 2019 ان شاء الله تكون سنه الخير على الجميع وكل اللي بيسمعونا. طبعا قرعه ثمن النهائي او دور 16 في دوري ابطال اوروبا لسه خلصانه منذ قليل، بايرن ميونخ مع ليفربول، وده اللي يهمنا اكتر حاجه، لكن هنقول القرعه كلها وتفاصيلها وكمان قرعه الدوري الاوروبي. محمد صلاح امبارح امام مانشستر يونايتد ادى مباراه كبيره جدا، كل الناس يلا صلاح عايزينك تسجل، لكن الناس ما شافتش الدور الكبير اللي لعبه صلاح. صلاح كان الجندي المجهول امبارح، يورجن كلوب اشتغل عليه بشكل كويس جدا، لان هو اتعلم من مورينيو اللي بيقول دايما ان المباراه ما بتبداش في 90 دقيقه، المباراه بتبدا من المؤتمر الصحفي، وانا اقول لكم كل الكواليس اللي حصلت، يورجن كلوب ازاي استغل محمد صلاح. النهارده كان في مؤتمر صحفي لمارتن لاسارتي المدير الفني الارجواني الجديد للنادي الاهلي، واللي تابعنا في حلقه امبارح ما كانش محتاج يشوف المؤتمر الصحفي النهارده، لان كل اللي اتقال النهارده انتوا طبعا سابقين بيوم ودايما عارفين، اللي بتسمعونا الساعه بتسمعوه في اي حته، لكن هنقول لكم برده كل التفاصيل اللي قالها. لكن الغريب ان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره تجاهل حسام غالي، شكر كل الناس اللي اشتغلت في الصفقات ومحمد فضل وعدل القيعي الكل بدون يعني القاب وهيثم عرابي، وتجاهل تماما حسام غالي. هل في ازمه بين حسام غالي وسيد عبد الحفيظ؟ مفيش ازمه واحده، في ازمات كتير، وكل ده هنقوله النهارده. كمان النهارده النادي الاهلي عنده مباراه مهمه امام نجوم المستقبل الساعه 7 في الدوري المصري من المؤجلات، والنادي الاهلي بيحتل المركز الثامن في الدوري. المباراه دي لو كسبها النادي الاهلي هيكون موجود في المركز الخامس. كمان حقيقه خناقه صالح جمعه وعلي معلول في تدريبه الاهلي النهارده، وايمن حفني بيشتكي من جروس في الزمالك، ورئيس نادي الزمالك متمسك بوجوده، محمود مرعي مدافع دجلة بيرفض الزمالك وبتمسك بوجوده في النادي الاهلي. كواليس كتير واخبار كتير هتسمعوا معانا النهارده في الثمانيات على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. مستني تليفوناتكم على 38351177 او 178، والاس ام اس بتاعتكم على 92100. لكن يبدو ان محمد صلاح ماشي بشكل كويس جدا. بعض الناس اللي شايفه محمد صلاح مكنت اهدافه، بس النظره دي لمحمد صلاح نظره مش مظبوطه تماما. يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قال ان محمد صلاح لاعب مميز جدا ولاعب عبقري وبيأدي بشكل كويس. امبارح كل ما تغييره تبدا على الخط ناس تقول لك صلاح طالع، صلاح اهم واحد في مباراه امبارح، صلاح رقم واحد في ليفربول امبارح بعيدا عن التهديف، لان في المؤتمر الصحفي مورينيو اتكلم وقال ان ليفربول بيمتلك سلاح نووي اللي هو مو او محمد صلاح، وبالتالي يورجن كلوب ارى الجيم بشكل كبير جدا ان تركيز مورينيو هيكون على محمد صلاح، لان زي ما قلت لكم امبارح في قصه تاريخيه بين مورينيو وبين صلاح. صلاح دايما يقول ما خدتش فرصه في تشيلسي لما كان مورينيو هو المدير الفني، ومورينيو بيقول في 2015 صلاح ما كانش بهذا الشكل لكنه اتطور بشكل كبير، وبالتالي ابتدى يورجن كلوب يشتغل على محمد صلاح اللي هو ياخد المدافعين في ظهره، مدافعين مانشستر يونايتد سواء كان كريس او ديجو او فيكتور، وبالتالي كانوا الثلاثة دول معاه تحديدا، وكان بياخدهم دايما للخلف يفضل ساديو ماني، وطبعا شاكيري اللي قلب الموازين بشكل كبير وكان بيأدي دايما اي كرة، حتى الجون الثاني لشاكيري لو تابعتوه بشكل كويس جدا كل نص المدافعين كلهم محمد صلاح خدهم على جوه، شاكيري ملقاش يعني اي صعوبات في ان هو يسدد دايما الكرات العائدة من الدفاع او من حارس المرمى، ولكن في الاخر شاكيري لاعب كويس جدا وبرضه ادى دور كبير. لكن اللي شايف ان محمد صلاح امبارح ما اداش بالشكل الكبير، لا، محمد صلاح ادى بشكل كويس وادى بشكل مميز جدا، وواحد من اللعيبه المميزين جدا ولعيب خططي بشكل كبير جدا، وده اللي قاله يورجن كلوب، ده مش الكلام اللي احنا بنقوله. لكن حفيظ دراجي المعلق الكبير الجزائري كان بيتكلم على صلاح ان هو ما بيسجلش في الماتشات الكبيره، والبعض شاف ان ده كان فيه تحفظ كبير، تحفظ ده هنعرفه بعد الفاصل. جديد لكم من جديد كل مستمعين على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لسه معاكم قابل خطيب في الثمانيات. امبارح استمتعنا بمباراه صلاح زي ما قلت لكم قبل الفاصل، ان طبعا استمتعنا بمعلقنا العربي الكبير كابتن حفيظ دراجي اللي ادى، يعني بنستمتع بتعليقه او لا لا ما اعرفش هو بيقولها ازاي وبيقولها بطريقته يعني، وهو مذيع كلنا بنحبه وبتالق، وامبارح كان شايف الماتش بشكل معين. خلينا نرحب بيه الاول كابتن حفيظ، منورنا على هوا انرجي.
يا مرحبا كابتن ايهاب، ومرحبا بكل المستمعين الكرام، انا سعيد جدا بالتواصل معك. مرحبا، منورنا جدا. الاول شفت المباراه امبارح ازاي؟ وهي مباراه قويه ليفربول ومانشستر يونايتد. قويه جدا كما كان متوقع، المباراه كانت واعده بان تكون بذلك الشكل على غرار كل المواجهات التي جمعت عبر التاريخ بين ليفربول ومانشستر يونايتد في ديربي بريطانيا الكبير جدا. اعتقد ان الاثاره التي شاهدناها البارحه لا نشاهدها سوى في الدوري الانجليزي الممتاز، ولا نشاهدها ايضا سوى في مباريات من هذا الحجم. استمتعنا كثيرا، والفوز كان كبير ومنطقي وعادي وطبيعي. كابتن حفيظ، المباراة كبيرة جدا ومثيرة، ولكن تعليقك بيضيف لها كتير جدا وبنستمتع بيه. امبارح بقى المصريين شافوا انك جيت على محمد صلاح شوية، قلت ان هو مش بتاع المباريات الكبيرة وما بيقدش فيها، ولكنك خططيا كنت بتتكلم بالشكل اللي اتكلم بيه يورجن كلوب، اللي محمد صلاح ليه دور تكتيكي في هذه المباراة. طيب اولا خليني نصحح، انا اولا المشكلة المصريين هذه واحدة، لانه كثير من المصريين عجبهم كلامي وكثير من المصريين كانوا متفقين معايا. تمام. ثانيا وجهات النظر، تطرح لكي يتفق معها البعض ويختلف معها البعض. العيب فينا نحن كعرب، انت وانا يعني بما في ذلك انا والجزائريين والتوانسة والمصاروة وغيرهم. تمام. مشكلتنا انه نمشي بمشاعرنا اكثر من شيء اخر. الجمهور مسموح له يمشي بمشاعره، لانه عادي جدا يحب صلاح، يحب مصر، يحب الاهلي، يحب الزمالك، هذا عادي جدا. ولكن انا وانت والفنيين والمختصين من المفروض ان نكون وقلاء على الاقل. تمام. ونلتزم بالحد الادنى من اخلاقيات المهنه ونحترم بعضنا البعض. انا والله لا ازعل تماما من تعليق، حتى في الجزائر كثير جماهير تعلق علي يقول لك لا حفيظ قال كلام، عادي جدا، لانه نفهم به وينش مشان. انا وانت لازم نحط مشاعرنا بجنب عندما يتعلق الامر بالمهنه. البارح الذي قلته هو أنه صلاح مش صلاح اللي متعودين نشوفه. أنا بالنسبة لي صلاح لاعب كبير. تمام. صلاح يصنع فارق، صلاح أهل ليفربول لدور ثمن نهائي في دوري أبطال أوروبا، صلاح مسجل 10 أهداف، صلاح أفضل لاعب في أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، راح يكون أكيد في البي بي سي المرة الثانية، ولا واحد يشك. ولكن عندما لا يكون صلاح في يوم ويصير الأمر ملفت، يصير الأمر مهم، غدوة تقول أنت ميسي مش في أفضل أحواله، ورونالدو مش في أفضل أحواله، فهذا حدث، هذا ملفت. تمام. تقول لي البارحة بأن التوظيف كان سيء، أنا قلتها قد أتفق. تقول لي بأنه لم يكن في أحسن فورما، قد يكون، ولكن لا أحد يختلف بأن دخول شاكيري هو الذي صنع الفارق. تمام. صح؟ صح. الآن التفسيرات تقول بأنه التوظيف تاع صلاح وظفه، أنا أتمنى أن لا يكرر توظيفه بهذا الشكل إذا كان هذا التوظيف تاع كلوب. أتمنى أن لا يكرر توظيفه بهذا الشكل، لأن مبارياته راح تكون كلها بنفس الشكل، يعني قاعد في مجموعة من المدافعين ويخلي الآخرين يلعبوا. صلاح يلعب، صلاح يجري، صلاح يراوغ، صلاح يسجل، يعني مش صلاح اللي نحطه، حطني أنا في وسطهم يعني وخلي الآخرين يلعب. تمام كابتن حفيظ. هذا هو المشكل. طبعا رؤية واضحة جدا كابتن حفيظ، اكيد وانت بتستمتع بالمباراه امبارح، وشاكيري فعلا هو عمل فرق كبير جدا. هل كان صلاح وفي بعض كامل ذهنيا وبدنيا؟ اوكي فنيا يقول عليه بانه كان عنده اللازم والسرعه، ولكن ذهنيا وبدنيا مش مكتمل. قال لك بعض المباريات لعبته لم يقدر على الصمود، ولكن الان قال بانه صار جزءا من سلاح نووي يملكه ليفربول. هذا كلام كبير يعني. طبعا. ولكن قال عنه بانه كان هش، والان صار جزء من سلاح نووي، وهذه حقيقه. اليوم صار جزء من سلاح نووي متكون من ثلاث رؤوس، هي ساديو ماني وفيرمينو ومحمد صلاح، كل واحد عنده دوره. البارح الدور اللي قام به فيرمينو كان دور موفق، يخرج يرجع ويجيب الكرات. الدور اللي قام به ساني تقريبا خدامه كان صلاح في الجهه اللي متعود يلعب منها صلاح، لذلك هو كان مضطر انه يدخل في الامر. هذه مجرد تحاليل واجتهادات، ويبقى الصح هو لو نسال الان صلاح يعطينا الصح، لو نسال المدرب كلوب يعطينا الصح، اما ان انا وانت فهي مجرد اجتهادات وانتداعات واراء لا تقلل تماما من قيمه صلاح، اللي يبقى قيمه ثابته. ممكن يتعب، ممكن يتنرفز، ممكن ما يكونش يومه، فهذا امر اخر. اما انك تقول صلاح مش لاعب، هذا امر ولا واحد يقدر يقوله. ولكن البارح صلاح لم يكن صلاح الذي نعرفه، قل ما شئت من الاسباب، ولكن لم يكن صلاح الذي نعرفه سببنا. وحتى بالنسبة ليه صلاح، هو لو تسأله يقول لك انا ما كنت في يوم البارح، او توظيفي كان سيء واعتبر. المهم انه صلاح البارحة لم يكن صلاح الذي نتوقعه. وعندما قلت بانه لم يسجل في مع النوادي الكبيرة، فهذا صح بالارقام يعني، وهذا مجرد لفت انتباه
انا لا اعني بذلك بان صلاح لا يوفق مع الفرق الكبيره. من اللي اهل من الدوري ثم النهائي امام نابولي في مباراه صعبه؟ صلاح اللي سجل. مين اللي سجل 10 اهداف الان في الدوري؟ صلاح اللي مسجلهم، ولكن لسوء حظه او للصدفه او قلها ما شئت، لم يسجل مع المان سيتي، لم يسجل مع تشيلسي، لم يسجل مع ارسنال، لم يسجل في الديربي ضد ايفرتون، ولم يسجل البارحه في مباراه ليفربول. هذا لا ينقص حقائق من طبعا قيمه حقائق، ولا ينقص من قيمه صلاح. ولكن مشاعرنا احنا للاسف والله انا لا الوم الجماهير. انا بشكرك على تفهمك الكبير ده للجمهور المصري اللي بتحبك جدا. وكمان هل انت شايف ان الموسم اللي فات موسم استثنائي لصلاح ولا صلاح لسه عنده؟ طبعا الموسم اللي فات رائع جدا. وتعرف بانه في عالمنا، حتى في العالم باسره، صعب انك تكرر نفس الموسم، ولو انه اقول صعب وليس مستحيل، صعب ان تكرر نفس موسم دراسي، صعب انك تكرر نفس البرنامج الجيد اللي تقدمه. مثلا عضوه ممكن تكون برنامجك فيه كل التوابل ولكن تعليم يكون افضل، او بكره يكون افضل، فهذه سنه الحياه، لانه بكره تكون ما نمتش طول الليل فجيت تقول اي كلام. الناس لا تاخذ بعين الاعتبار هذه الامور. شوف مثلا مباراه الترجي مع الاماراتي، هل الترجي هذا هو الترجي اللي لعب مع الاهلي مثلا؟ لا خالص. نقول بان الترجي تعيس، نتكلم على المباراه تعيس ترجي، انا لم اقلل من شان الترجي ولا الاهلي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.